من الجمهور جلد في الفقرة. يا رجل كم جبت؟ يا جلد رجول جبوه. كم جبت بالله كم جبت؟ ويقول أنت وجهك ينبان فيه على طول الزعل. وأنت وين راح وجهك؟ شوف ترى الصراحة هي المسابقة الوحيدة اللي أنا داخلها بدون تنافس. ليه؟ الجمهور غالي علي، هذا رقم واحد. لا تسوي سعدي قعطاني. خذني بحنانك. لا تسوي سعدي. دقيقة. إبراهيم. تصريف. لا لا. والدليل الحلقة اللي قبلها كنا عليهم صفر، ما ادري اخذوا سؤالين هم صفر. هو انتم اخذتوا كم؟ 8؟ هذا كل شيء. الجمهور ابراهيم. فعشان كذا الجائزة هي 500 ريال. شوف ايش؟ 500 ريال. لا لا تورط. احنا لا لا. من اللي قالت الجائزة 500؟ اسمع اسمع الا. من اللي قالت الجائزة 500؟ سمعت يا نور؟ هذا من الاشخاص اللي ترى يورطونكم. احتر احتر. هذا من الاشخاص اللي يورطونكم ما في جوائز 500. دقيقة لا دقيقة معك. من اللي قال 300؟ من اللي قال؟ طيب صلي على الحبيب صلي محمد تكلم عزيزي. طيب بقول لك الان يشاهدونك الاداره ويشاهدونك الاخوان. ما اللي قال 500؟ ال 500 هذه الجائزه موجوده في البرنامج. ما في اي فقره؟ فقره استحواذ العكسي. استحواذ الخصم. ايش خاف ايش؟ حلو استحواذ عكسي. العصر نتكلم نقول لا تورطون الشباب فلوس، ليش تورطهم؟ اسمع مني. ال 300 اللي يطلبك اياها وينها؟ ما اعطيتك اياها؟ ولا جاني ريال واحد. خلاص تم. كيف تم؟ انت كله 300 تحددني قدام الناس؟ لا ما انا بهددك، انا طالب بحقي، انا طحت وابغى ينكسر كتفي عشان 300 ريال. طيب هذا الموضوع بسرعه بسرعه طلع. طلع طلع الفلوس. خلي على راحته يا لا قدام الناس عشان بعد كذا لا يقول ايه يضغطك. لا 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 ناصر هلا شوف واحد اي انا احسب معاك. ايوه ترى الان المفروض بطاقة صراف يا نقيب احسب الفلوس. ثلاثة وصلت لا زيد 50 حق هذه 300 ريال وصلت اللهم لك الحمد والشكر سلم. بعد ثلاثة ايام لانه يطالبها من وزاره جات وهي ما جات منه. طيب فشكرا لابراهيم النقيب. جد هو فايز ب 300؟ اي فايز ب 300. انا طحت سعد عندي فكره والله. يلا تفضل. والله عندي فكره. فش 300 هذه شوف ايش تحط منها هنا نحطها اليوم لصاله عرض للجمهور، ايش رايك؟ طيب حاضر شيخ. حبيبي والله سعد تغلى على الجمهور؟ ايش؟ تغلى على الجمهور؟ وايش؟ حبيبي سعد. طيب سعد ولا يهون الشباب ودنا او شيء جزاكم الله بالخير. الله ابو عمر نسيت بالنور والسرور يا هلا ابو عمر. الله يحفظك يا ابو علي. تعال سعد نذكر بس بعقد ايجار، هاشتاج عقد ايجار داعش